الراديو 90 90 هواها مصري. طيب بمناسبة بداية اليوم كده، دايما احنا بنحب نقول شوية حاجات حلوة في إكسير السعادة. مفيش حد فينا ما عندوش عادات سيئة وصفات سلبية عايز يغيرها في نفسه، ودايما العادات دي بتكون عائق كبير بصراحة قدامنا وبتبعدنا عن الشعور بالسعادة. النهاردة إكسير السعادة هتقولك ازاي تتخلص من العادات السيئة يا يونس وتعيش بسعادة. لازم تغير طريقة تفكيرك وتعترف ان انت عندك عادات سلبية بتتسبب في أضرار كتير، ولازم تعرف كمان أن القرار ده في إيدك مش في إيد حد تاني، أنت اللي بتتحكم في تصرفاتك، وبالتالي كل ما تيجي تعمل أي تصرف لازم تحسب ليه مميزات وليه عيوب وتاخد القرار بعدها، صح كده ولا إيه؟ كمان ما تحاولش تغير كل عيوبك وعاداتك السيئة مرة واحدة، أصل هي مش زرار زي ما بيقولوا، دي مش شطارة، لأننا في الآخر مش هنقدر نكمل. لازم نبدأ بحاجة واحدة ونركز كل الطاقة عليها، ولما ننجح في التخلص منها ممكن تبدأ تحارب عادة سيئة تانية ثم تالتة وهكذا يعني. ومش معنى ان احنا حاربنا عادة سيئة معينة وقعنا فيها تاني ان احنا خلاص يعني جريمة، احنا بني ادمين في الاخر. اوعى تستسلم مع اول عقبة تواجهك وتقول خلاص انا هكبر دماغي، مفيش حد بيتغير. بلاش جملة مفيش حد بيتغير، اصلا كله اشمعنى انا، احنا كلنا عايزين نتغير للافضل. اكبر كذبة ان احنا بنقول مفيش حد بيتغير لان احنا بنضحك على نفسنا بيها، كلنا ممكن نتغير للاحسن لو عاوزين ده من جوانا ومصرين عليه. لو ما سمحناش لاي حاجة ولاي حد انه يخلينا نتراجع عن قرارنا هنقدر نتغير. نراقب نفسنا ونعرف امتى بنعمل التصرفات اللي بتضايقنا، نراقب نفسنا ونعرف امتى احنا بنعمل التصرفات دي. يعني لو عايز تبطل تتكلم على الناس مثلا، شوف بتعمل كده وانت قاعد مع مين، قلل القعدة معاه، او حول اتجاه الكلام لما يبدأ يتكلم على حد وانت بتنساق في الكلام ده، قلل القعدة دي، او غير الكلام بطريق غير مباشر من غير ما تقوله انا مش عايز اتكلم على حد، لا خده في سكة تانية. مثلا حد عايز يبطل تدخين، انت بتدخن لما بتكون متعصب، استبدل العادة دي بحاجة تانية لما تكون متعصب، الستريس بول مثلا او مضغ اللبان، اي حاجة تانية. في ابتدي مثلا اتعرف على ناس مش مدخنين، يعني اخرج معهم اكتر. لو انت بقى انت مش مدخن وعايز حد تساعده على ده وهو واخد القرار وبيلجأ ليك انك تساعده، انت ليك دور مهم قوي قوي انك تاخد بايده. كل ما يجي يدخن اقول له معلش طب استنى بس دلوقتي خليه يأجلها كمان شويه، مره في الثانيه هيقلل. اطلب من شخص شخص بتثق فيه انه يتابع معاك ويفكرك دايما انك لازم تبعد عن عاده انت عايز تبعد عنها. فكرني كل ما تلاقيني بعمل كذا قول لي ما اعملش، قول ابعد عن ده. صديق في المواقف اللي زي كده مهم جدا. يعني مثلا لو عايز ابطل اكل حلويات كتير علشان وزني مثلا، اقول له راقبني لما تلاقيني باكل حاجه حلوه وقفني. ما هتقلب بخناقه ممكن ساعات، بس لا انا بقى عارف ان هو عايزني احسن. قرر من النهارده وحدد عاده واحده كل واحد في دماغه عاده سيئه عايز يتخلص منها، ويبدا يشتغل عليها فورا، ويبدا يطبق الحاجات اللي قلناها. والكلام ده انا بوجهه لنفسي وبقوله لنفسي قبل ما بقوله لحد تاني. صباحكم فل، صباحكم حلو زي قلوب.